السلام عليكم، اهلا بيكم طلاب وطالبات دفعه يسر الحبيبه. النهارده ان شاء الله حبيت اصور لكم البونز علشان تشوفوا البونز على الطبيعه. طبعا البونز اللي عندنا هي بونز بلاستيك، لكن الفيتشرز كلها واضحه وكلها زي بعضها. طبعا المحاضره دي هتبقى محاضره ليكم انتم، يعني علشان خاطر ان اللي شفتوه في السلايدز والكلام اللي قريتوه تحاولوا تقربوا الصوره منه، يعني بالبون، وكمان تشوفوا الجوينت. اهم حاجه بقى في المحاضره دي ان انت تشوفي الجوينتس اللي ما بين البونز وتتعرف عليها. اول حاجه احنا بدانا قلنا ان في بونز اوف اكزيال سكيلتون وفي بونز اوف ابنديكولار سكيلتون. البونز اوف اكزيال سكيلتون قلنا السكال دي، طبعا السكال اهي بتاعت عباس زي ما اتفقنا، وهنشوف دلوقتي البارتس بتاعت السكال ايه. وفي بعد السكال في الثوركس، وقلنا الثوراسيك كيج عباره عن الاسترنوم والريب. ده شكل عظمه الاسترنوم، سوري انا حاطه البونز كلها قدامي. ده شكل الاسترنوم اهو، دي شكل عظمه الاسترنوم اهي، تمام. هنشوف دلوقتي هي مكونه من ايه، وده شكل الريب. شايفين شكل الريب؟ طبعا احنا قلنا ان الريب عباره عن 12 بيرز، وهنشوف دلوقتي شرح الريب المفصل ايه. طيب بعد كده في الفيرتبرال كولم، طبعا الفيرتبرال كولم هو العمود الفقري من ورا، انا جبت لكم منه بس فقره عشان تشوفوا شكلها ايه. ده شكل الفيرتبري اهي، دي التيبيكال فيرتبري. طيب خلينا نبدا بالبونز اوف اكزيال سكيلتون. اول حاجه السكال. طيب السكال احنا قلنا هي عباره عن ايه؟ قلنا ان في السكال حاجه اسمها الفيس بون، اللي هي عظام الفيس مجمعه، دي كده الفيس بونز. وقلنا ان في الكرانيوم، والكرانيوم اللي هي البونز اللي هي جواها بيكون البرين، او اللي بتعمل بروتكشن للبرين. كل البونز اللي انتوا شايفينها دي من البونز بتاعت الكرانيوم، ما عدا الفيس بونز اللي هي اللي قدام. طيب الكرانيوم ليها جزء سوبيريور، ده كده الجزء السوبيريور بتاع الكرانيوم. فاكرين لما قلنا الفولت؟ اهي هي دي الفولت اوف ذا سكال، او الفولت اوف ذا كرانيوم. طيب لما نيجي نشوف الفولت كده، بتلاقي ان فيه ما بينهم الحدود الفاصله دي اتكلمنا عليها وقلنا اسمها ايه؟ اسمها السوتشرز. يبقى اللي قدامنا دي هي عباره عن السوتشرز، وقلنا السوتشرز دي بيكون ليها فايده في المولدنج بتاعت البونز، علشان لما يجي البيبي يتولد تقوم السوتشرز دي تنضغط في بعضها وتسهل مرور السكال من السيرفكس. في كمان البونز دي بتكون ما بينها، السوتشرز دي بتكون ما بينها حاجه اسمها الفونتانيلز. طيب تعالوا نشوف الكرانيوم اهي، الفولت اوف ذا كرانيوم، ايه البونز اللي هي فيها؟ This is anterior and this is posterior. فانت قدام دي العظمه دي اسمها الفرونتال بون، وبعدين دول الاثنين اسمهم البارايتال بون، ودي اسمها الاوكسيبيتال بون. طيب ما بين الفرونتال بون والتو بارايتالز في هنا سوتشر، السوتشر ده اسمه ايه؟ كورونال سوتشر. وما بين التو بارايتال بونز السوتشر اللي في النص ده اسمه ايه؟ ساجيتال سوتشر. طيب السوتشر اللي ورا ده اسمه لامدويد سوتشر، ما بين التو بارايتالز والاوكسيبيتال. بعد كده قلنا ان في اثنين فونتانيلز، this is the anterior fontanel and this is the posterior fontanel. طبعا الفونتانيلز هي بتكون covered by membrane، الممبرينز دي بتقفل وبيتحول الى بون في الاوقات اللي احنا حددناها مع بعض. قلنا الانتيريور فونتانيل بيقفل من عند تقريبا سنه ونص الى 18 شهر، هي سنه ونص يعني 18 شهر. والبوستيريور فونتانيل ده بيقفل تقريبا عند 3 مانث، من 2 to 3 مانث. الانتيريور فونتانيل ده بتيجي عند البيبي بتحط فيه تقريبا 2 فينجرز كده، بيكون البريث بتاعه. وبعدين بيستخدم في الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى في الكلينيكال امبورتنس بتاعتنا، يعني مثلا البيبي بنعرف فيه هو ديهايدريتد اور نوت، بنعرف الجروث بتاع البيبي، هل هو الانتيرو فونتانيل قفل في ميعاده ولا قبل ميعاده ولا هو متاخر، كل ده بيديني انديكيشنز معينه. طيب يبقى اهم حاجه عرفنا ده الكورونال سوتشر والساجيتال سوتشر واللامدويد سوتشر، انتيرو فونتانيل بوستيرو فونتانيل، تمام. طيب قلنا ان كل عظام الجمجمه بتكون انموفابل، الجوينتس اللي ما بين السوتشرز دي عباره عن فايبرس جوينت، يعني عباره عن فايبرس تيشو. لكن ذا اونلي موفابل جوينت اللي احنا قلنا عليه الماندبول، شايفين هو ده عظمه الفك، اسمها ايه؟ اسمها الماندبول. الماندبول دوت بيدخل في مكان هنا
في السكال، شايفينه بيفتح وبيقفل ازاي؟ شايفين بقى الجوينت اللي هو الموجود هنا على اللاترال سايد ده، ده اسمه تمبرو مانديبولار جوينت. ليه سموه تمبرو مانديبولار؟ لانه ما بين عظمه الفك والتمبرال بون اللي موجوده عند اللاترال سايد اوف ذا سكال. This is the temporal bone and this is the temporomandibular joint. طيب قلنا كمان ان في هنا فوق الزيجوماتيك بون تقريبا بون فينجر بريث تقريبا هنا في المنطقه دي التقاء اربعه سوتشرز او التقاء اربعه بون، بحيث ان هم بيعملوا مع بعض حرف الاتش. وقلنا المنطقه دي اسمها التاريون. شايفين المنطقه دي زي ما اتفقنا هنا كده، المنطقه دي اسمها ايه؟ تاريون. التاريون دي هي اضعف منطقه في السكال، ومن جوه لو جيت تشوف من جوه عند التاريون في ايه، هتلاقي فيه امبريشن لارتري. الارتري ده اسمه الميدل مينينجيال ارتري وفين، فبيسموه الميدل مينينجيال بلاد فيسلز. زي ما قلت لكم ان ساعات الخبطات اللي بتيجي على اللاترال سايد للتمبرال بون هنا ممكن تسبب ان الارتري ده يحصل له رابتشر او يحصل له هيموريج. فلو حصل هيموريج البلاد هنا بيتجمع ما بين السيرفيس بتاع حاجه اسمها الديورا ماتر، تمام، وما بين السايد اوف ذا سكال، فبيعمل حاجه اسمها ايبي ديورال هيموريج. فعلشان الهيموريج بيضغط على البرين من جوه، فممكن يسبب ليجن او يسبب في مناطق في معينه في البرين يوقف المراكز اللي فيها. فلازم نسحب البلد ده بعمليه اسمها التيربينكتومي، بنشيل جزء هنا من السكال بون، تمام، بنعمل له جراحه معينه، وبعدين بنعمل سكشن للبلد اللي ما بين السكال بون وما بين البرين، وبالتالي بنعمل ريليف للبرين من الكومبريشن اللي عليه. تمام، هذا كل ما اخذناه في السكال از اكزيال بون او اكزيال سكيلتون. طيب اخذنا بعد كده ان فيه حاجه اسمها استرنم، دي كده كده دي الاسترنم، ودي الكوستال كارتليج اللي ما بين الريبس وما بين الاسترنم. اولا الاسترنم مكونه من 3 بارتس زي ما قلنا، الجزء اللي فوق ده اسمه مانوبريوم، وبعدين ده اسمه البادي اوف استرنم، واخر جزء اللي هو المثلث اللي تحت ده اسمه الزيفايد بروسيس. تمام، المانوبريوم دي بتعمل ارتكيوليشن مع 2 بونز، واحده اللي هي الكلافيكل والثانيه اللي هي الفيرست ريب. الكلافيكل بتكون ارتكيوليتد مع المانوبريوم استرناي. فاكرين لما جينا في الابر ليمب بقى قلنا ان في حاجه اسمها بونز اوف ابنديكولار سكيلتون، واخدنا ان في حاجه اسمها شولدر جيردل، وقلنا ان هو مكون من الكلافيكل، من عظمه الكلافيكل، ومن عظمه ورا اسمها سكابولا. زي ما هنشوف دلوقتي this is the clavicle، تمام، ليها ميديال اند وليها lateral اند، هنعيد شرحها تاني، بس انا عايزاكم الاول تشوفوا الارتكيوليشن بتاعتها بتكون ازاي. ودي عظمه السكابولا، دي اللي هي عظمه ايه، لوح الكتف، دي الليفت سكابولا. تمام، الكلافيكل بتعمل ارتكيوليشن مع حاجه اسمها اكروميوم اوف ذا سكابولا، حاجه اسمها ايه، اكروميوم اوف ذا سكابولا، بحيث انها تعمل ارتكيوليشن كده بالمنظر ده. شايفين this is the acromion of the scapula، اللي هو اللي طالع ده اللي ورا دي اسمها spine of the scapula، وجزء منها اللي هو most prominent part ده بيسموه الاكروميون، بيسموه ايه، الاكروميون of the scapula. فالاكروميون الجزء منه بيعمل articulation مع الكلافيكل عشان يعمل acromio clavicular joint. طبعا الكلافيكل ليها medial end وليها lateral end، the lateral end is articulated with the acromion of the scapula، والميديال اند بتكون ارتكيوليتد مع مين؟ مع الاسترنم. طيب مع فين في الاسترنم؟ مع العظمه اللي احنا قلنا عليها اللي هي مانوبريوم استرناي، بحيث يكون الارتكيوليشن بالمنظر ده. تمام؟ طيب يبقى دي المانوبريوم اهي اللي هي الجزء المربع ده ارتكيوليتد مع الكلافيكل ومع الفيرست ريب. دلوقتي هنحكي عن الريبس، وبعدين دي الاسترنم، واخر جزء البادي سوري، وبعدين ده الزيفويد بروسيس. طيب الريبس، الريبس articulated من اول رقم واحد لحد رقم سبعة بكوستال كارتلج. كل ريب بيمسك في المانوبريوم استرناي بكوستال كارتلج لوحده، يعني this is the costal cartilage of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. تمام، نيجي بقى على اللي هم اللي بعد سبعة اللي هو رقم تمانية وتسعة وعشرة، التلاتة بيعملوا جويننج مع بعض للكوستال كارتلج بتاع رقم سبعة. يبقى كل الثلاثه الاخرانيين دول اللي احنا قلناهم اللي هم ايه، 8 و9 و10، الكوستال كارتليجز بتاعتهم بتعمل ايه، ويل جوين ذا كوستال كارتليج اوف ذا 7 فيرتبري اوف ذا 7 ريب. تمام، عشان كده بنقسم الريبس الى
حاجه اسمها ترو ريبس وحاجه اسمها فولس ريبس وحاجه اسمها ايه فلوتنج ريبس. الترو ريبس اللي هو من اول رقم واحد لحد رقم سبعه، لان كل واحد بيعمل جوينت بقصه الكارتلج الحلو. الفولس ريبس اللي هم رقم 8 و9 و10، شايفين عامل جوينت بقصه الكارتلج مع سبعه. وبعد كده الفلوتنج ريبس دول بيكونوا ارتكيوليتد من ورا مع الفيرتبرال كولم، بس ايه does not reach the sternum، يعني they are not articulating with the sternum from the front. They are only articulating from posterior side with the vertebra. ده شكل الريب اهو، ده شكل التيبيكال ريب. طيب التيبيكال ريب ده ايه الفيتشرز اللي فيه؟ ان هو ليه posterior end وليه anterior end. البوستيريور اند دي بتكون articulated مع الفيرتبري، هنتخيل ان دي ثراسك فيرتبري، تمام؟ وبعدين البوستيريور ريب البوستيريور اند اوف ذا ريب بتكون articulating بالمنظر ده كده مع الفيرتبري، والانتيريور اند بتاعتها بتلف حوالين الشست كده، بتلف من بوستيريور لانتيريور حوالين الشست لحد لما بتوصل للكوستال كارتلج، بتمسك كده في الكوستال كارتلج بتاعتها. يعني لو ده ريب رقم سبعة مثلا، يبقى هيمسك في الكوستال كارتلج بتاع سبعة بالمنظر ده، تمام كده، ويلف ورا يمسك في الثراسك فيرتبري بتاعت ايه سبعة. يبقى كل ريب فيه posterior end وفيه anterior end. posterior vertebral والanterior هي عبارة عن ايه؟ عن costal. كل ريب ليه upper border وليه lower border، ليه outer surface وليه inner surface. الأبر بوردر تمام اللي هو اللي فوق ده بيكون بلانت، لكن اللور بوردر بيكون شارب، وخصوصا ناحية الفيرتبرال اند هنا بالظبط بيكون فيه جروف. اتمنى ان انتوا تكونوا شايفينه في الفيديو. This is the groove for each rib، بيسموه الكوستال جروف او السب كوستال جروف. ايه اهميته؟ ان فيه 3 structures مهمين مترتبين من superior لانفيريور، اسمهم فان، intercostal vein, intercostal artery و intercostal nerve. ما بين التو ريبس وبعضهم بيكون في سبيس بيسموه الانتركوستال سبيس، تمام؟ الانتركوستال سبيس، ايوه انا معايا ريب تاني اهو، الاثنين مثلا مع بعض بيكونوا كده، بيكون ما بينهم ايه الانتركوستال سبيس. طيب دلوقتي لو انا عندي كونديشن اللي هي بلورا افيوجن زي ما اتكلمت عليها في المحاضره، في فلويد متجمع في البلورا، البلورا دي اللي هي محيطه باللنج، تمام؟ طبعا اللنج ناحيه الكوستال سيرفيس اللي هو الانر سيرفيس اللي جوه ده، فالبلورا هي الغلاف المحيط باللنج، هي بتبقى طبقتين، فيسرال لاير ناحيه اللنج وبارايتال لاير ناحيه الاوتر سيرفيس. ما بينهم بيكون في بلورال كافيتي، وده بيتجمع فيه فلويد اسمه بلورال فلويد، بيكون مينيمال اماونت. لما بيزيد عن حده في حالات الانفكشن او في حالات البلورال افيوجن بيبدا يضغط على اللنج من جوه، فبيعمل ريستريكشن للموفمنت اوف ذا لنج، ممكن يحصل ديزنيا. يبقى في الحاله دي الحل ان انا اعمل ايه؟ سكشن اوف ذس اكسسيف فلويد. طيب بعمل سكشن ده، النيدل اللي بدخل بيها عشان اسحب الفلويد لازم اكون حريص جدا، هدخل في الانتركوستال سبيس، بس يا ترى ادخل من عند الابر بوردر اوف ذا ريب ولا من عند اللور بوردر اوف ذا ريب؟ يعني لو تخيلنا ان ذيس ار مثلا the two ribs like this، تمام؟ دلوقتي في فلويد متجمع من جوه، طيب انا عملت سونار وعرفت ان الفلويد ده متجمع ما بين الريب رقم مثلا 6 والريب رقم 7 عشان يكون near to the basal surface of the lung. يبقى لما ادخل بالابره بتاعتي عشان اعمل الاوبريشن اللي هي اسمها ايه؟ بلوروسينتيسيس، اللي هي سحب الفلويد من البلوره، بلوروسينتيسيس. يبقى ادخل near to the upper border، ادخل من ناحية ال upper border of the rib كده، طبعا بانجل معينة، وبتبقى ال operation دي monitored by a screen. فادخل من عند ال upper border of the rib ليه؟ to avoid injury of the structures which are running at the subcostal groove اللي هم ال intercostal vein و artery و nerve، تمام؟ العملية دي قلنا عليها قبل كده، وقلنا ان احنا to avoid the injury of these important structures we have to do the operation or enter the needle from the upper border of each rib. تمام، ده بالنسبة للريب. يبقى احنا كده خلصنا الاسترنال وخلصنا الريبس. جينا بعد كده اتكلمنا على الفيرتبرال كولم، ادي كده الفيرتبري.
قلنا كل فيرتبري فيها حاجه اسمها بودي انتيريور، يعني وضع الفيرتبري بيكون بالنسبه لي انا عليا انا كده، تمام. This is anterior, this is posterior. طيب اهي كده، ده الانتيريور وده البوستيريور. ما بينهم بيكون هنا ايه، في فورامن، شايفين الفورامن ده؟ الفورامن ده بيسموه vertebral foramen. طيب الvertebral foramen زي ما قلنا في المحاضرة بيمشي في very important structure اسمه ايه؟ اسمه spinal cord. طيب لما بنحط كل اتنين vertebrae فوق بعض، للأسف انا مش عندي هنا vertebrae تانية، بس السايد اوف ذا فيرتبري من هنا، كل اتنين فيرتبري فوق بعض بيعملوا هنا فورامين، شايفين الفورامين ده؟ الفورامين ده بنسميه انتر فيرتبرال فورامين، وده بيخرج منه السباينال نيرف. طبعا كل فيرتبري بيخرج من جنبينها الاثنين بير اوف سباينال نيرفز، تمام؟ واحد رايت واحد ليفت، بيخرجوا منين؟ من السباينال كورد نفسه، تمام؟ يبقى كل ستيج من السباينال كورد بيمشي في فيرتبري معينه، يعني مثلا احنا عندنا 7 سباينال سوري 7 فيرتبرال في منطقه السيرفايكال، 7 سيرفايكال فيرتبري. هو منطقه السيرفايكال بيخرج فيه واحد فوق الفيرست سيرفايكال، فبيبقوا 8 سباينال نيرفز. بعدين ان شاء الله لما نيجي ناخد النيورو هنعرف ليه هم 8 سباينال نيرفز، لكن بالنسبه للفيرتبري هم 7 سيرفايكال فيرتبري. يعني في السباينال اللي بيخرج من السيرفايكال واحد زياده، ليه؟ لان اول واحد بيخرج ما بين السكال وما بين الفيرست سيرفايكال فيرتبري، يعني تخيلنا دي الفيرست سيرفايكال فيرتبري ودي البيز اوف ذا سكال، اول واحد هنا بيخرج من تحت الفورامين اللي في السكال ده على طول، بيسموه الفورامين ماجنم. فذا فيرست بير اوف سيرفايكال سباينال سيجمنت بيخرج من تحت الايه؟ الفورامين ماجنم، فبيزيد في منطقة السيرفايكال سيجمنت بيزيد واحد، لكن بعد كده الثراسيك بيبقوا 12 زي ما هما، واللمبر 5 وهكذا لحد لما نوصل لآخر السباينال سيجمنت. فمن فين بيخرج السباينال نيرف؟ من الانتر فيرتبرال فورامينا اللي ما بين السباين اللي ما بين الفيرتبري وبعضها. طيب قلنا في بادي وفي ارش، الارش بيكون بوستيريور والبادي بيكون ايه؟ انتيريور. طيب الوصله اللي ما بين البادي والارش اللي هي في اللاترال سايد اوف ذا فيرتبري دي بنسميها بيديكل، بنسميها ايه؟ بيديكل، اللي هي الجزء ده. طيب احنا قلنا في الفيرتبرال ارش هاو ميني بروسيسز؟ قلنا 7 بروسيسز. ايه هما؟ اللي ورا دي اسمها سباين، يبقى دي السباين، سباينز فوق بعضهم كلهم كده بيعملوا بروجكشن في منطقه السنتر بالظبط بتاعت الباك، معمول بايه؟ بالسباين. وبعدين في ايه كمان؟ في اتنين بيروحوا للعرض اسمهم transverse processes، يبقى these are the pairs of the transverse processes. في هنا اتنين transverse وواحد spine. وبعدين في اتنين processes directed above بنسميهم superior articular processes، واتنين directed للاسفل بنسميهم inferior articular processes. طيب هما ليه اتنين فوق واتنين تحت؟ لان كل اتنين superior articular processes are articulating with the above two inferior articular processes, and the inferior articular processes of each vertebra are articulating with the superior articular processes of the vertebra below. بحيث ان يبقى في ما بينهم اللي احنا قلنا عليه intervertebral foramen وبيخرج منه spinal nerves. يبقى لما تعد بقى البروسيسز كلهم يطلعوا ايه؟ 7 7 processes، تمام. يبقى احنا ركزنا ان في body، في arch، في ما بينهم vertebral foramen و 7 processes زي ما اتفقنا اللي هي السباين والاثنين transverse و 2 superior و 2 inferior articular processes، تمام. vertebral foramen وال intervertebral foramen، ده كده بالنسبة للايه؟ للvertebral column. عرفنا ان الvertebral column الvertebrae عددهم 33 ومتقسمين 7 في منطقة السيرفايكال، 12 في منطقة الثوركس، 5 في منطقة اللمبر، وخمسه في منطقه الساكرام بيكونوا فيوزد توجذر، وخمسه وسوري و3 تو 4 في منطقه الايه الكوكسس بيكونوا برده فيوزد توجذر. بعد كده دخلنا على البونز اوف ابنديكولار سكيلتون، بونز اوف ابر لمب والبونز اوف لور لمب، وده ان شاء الله هنقوله في محاضره منفصله. اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا الفيتشرز بتاعت البون وقربت لكم الصوره بالكلام النظري الكتير اللي احنا درسناه في المحاضرات. عرفنا السكال وعرفنا فين المانديبول،
وعرفنا الساجيتال سوتشر، الكرونال سوتشر، اللامدايت سوتشر، شفنا برضو عظمة الماندبل وعرفنا التمبرامندبلر جوينت، شفنا بالنسبه للفولت اوف ذا سكال عرفنا البونس بتاعتها الفرونتال والاوكسيبيتال والتوبرايتلز، عرفنا مكان الفونتنلز، درسنا الاسترنوم وعرفنا البارتس بتاعت الاسترنوم والارتكيوليشنز بتاعتها، درسنا الريب وعرفنا الفيرتبرال اند والكوستال اند، وشفنا السب كوستال جروف وعرفنا هو مهم ليه، لان في امبورتنت ستراكشرز وفي عمليه اسمها البلوروسينثيسيس، وعشان اسحب الفلويد لازم اكون نير تو ذا ابر بوردر مش نير تو ذا لور بوردر، وختمنا بالفيرتبرال كولن وعرفنا التقسيمه بتاعته في منطقه السيرفايكال والثراسيك واللمبر والسكرم والكوكسس، وشفنا البادي وشفنا الارش وشفنا اللي ما بينهم اللي هو الفيرتبرال فورامين، وقلنا ده بيمشي فيه السباينال كورد ما بين الفيرتبري وبعضها من السايد بيبقى فيه الانتر فيرتبرال فورامينا، وده بيطلع منها البيرز اوف سباينال نيرفز. ثانك يو فيري ماتش، اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه، البونز اوف ابنديكولار سكيلتون.